أنتي واحد شعلة هذا إن القذف كنتي هذا قصوى نقض عن كهذلا وسؤال ده بدن ويدين ورياش ويدين دذنوه ويدين أو آه أرنت بض سومال لاني ما أنت إيتوبيا ولا حيسا شرعكم حوك قضاء وقرر أنت واحد شيء يا مدحون جملة سومال لان وحويح السرية هي وحي وناجة مصلحة الدل كاني وبا هي إنه كهول قرا أو قبطة أو كشقيه وشقديس وين نقول ما هنقينا وحك سو ناجا أو الدل كان هنتي أوكينا وين نقول ما هنقينا إن هو حق ولا إن لا أجن وحني شرع جينا موافق سمس موافق سنة حد أنا وين نقول ما هنقينا دال كسو أو كبحيو سدي سو مال لا نهري لهيد وناج يهرمر وهري لهيد سيدو كلا ودنا ذي نشار كان وناج أين كلا دقمنا إتوبي ودل إن شارنا هاي وين سود وين نحرير كسو وناكسن وشرع جينا موافق سن أو حكومة ولا سمي سنة ومين سود وينه سؤال شو لكن سوى حتى هشيس كان لقاله أما وحلا يراد إسفهم كان هذا بالعمل والإس هشيس صح لموذ كله إسفهم بعد هذا دعي إسفهم كان دعي شرعهم حوك قبعة حرت هشيس كان دعي صوص عضا وح النحر كيس الغش هي جاي إسفهم كان صعب حي سيد درد الحق بين الله أنا إن نكح هذا الله سبت النحر كي وين هينا وحلو هشيل لها هشيس كقرن لها وين هينا ما دام النحر كأنه حين أو تفاصيله إن جم قنته هاي هرت النحر كأنه إن كه هذا الله هرت وار شرق جينا موافق سيني هاي ومن الحق لا نحي بدو حينه نواب الشيوخ حراقونيا إن كيو برلمان كعد كساينا هوشن لفقرته وين وبهنا حتى بوح مهمة شن قذب برا بينا كوس عقابه قذب كقاد وح وين وين فهنا هرت هشيس كان لقاه الله يا أما إسفه كان لقاه الله يا بيس كشرع كقطه ما وام حي ما كاد أخرده دمان وراركي كصوب بحي أرنت بضة كصوب بحي إثيوبيا سمالان ودحيسه ما كاد أخرده دوكومنت كأي قرطي دولة إثيوبيا ما كاد أخرده هذا الذي مدحد الصومالي لأن يشيذيين أو هرموت كوها مدحون جمهورة الصومالي المسؤولية عبدي إنت هو ما كاد أكتو أفر قضب بيشاكد كوصة أروريسة أفر شاي بكوصة أروريسة هشيسكو أفر شاي بقطما كو وحقتما محل بحي إيه محل سوي دارسد waba intaas waxa la bixiyay markaynu soo qaadno dokumentka asalka ah oo ah dokumentiga ay soo saartay dawladda Ethiopia ee sheegaya isfahankii dhacay nuxurkiisii sheegaya dokumentiga hadda soo qaado kaas oo 4 page ka kooban wuxuu sheegaya Ethiopia laba shay ayay ku meesha ku qoratay isfahanka ay ku qoratay oo ay rabta sheega koowaad ee la siiyay Ethiopia ee heshiiska ay ku galeeso wa military base weeyaan wa xarun ciidan qodobka labaad la siiyo dadku in badan aan ogeyn wax weyn ay qoraalka ku qoran waliba hal meel kaga maqna laba meelood oo kaga qoreeyay waa maxay waa commercial maritime services policy dekad ganacsi ayaa la siiyo maalay ku ganacsato badan waa la siiyo marka labadaas ayaa ku qoran dokumentiga in military base la siiyay iyo sidoo kale la siiyay meel ganacsi oo badda aho dekadan la siiyo labada shay haddii kalmadda aad akhrido maanta qaanuunka haddii uu la tito maxay macneedu tahay kalmadda la yiraado access to commercial maritime services haddii kalmadda qaxitaankeeda sharciga uu raacdo waxa weeyaan waxa la wixii dekad u baahneyd ay sameeyneysii soo dejinayo iyo alaab iyo wax kasta adeeg kasta oo ganacsi meeshaas waa meel lagu sameyn karo ay qoraya shuruud مكاد ديفينيشن كده كلمة دعوة تكتب بقى معناه دي وحويان كل يوم ما همت الملتري بيس وحل سيتوبيا وحا وقتش ليشيس كأين ميل أي كوغان عصان يسو أو هنتي محاها الدكاذة أو كشاق يسان يسو أو أذيق أي كوغان عصان يسيه محال يسوي دار سدي وحال يسوي دار سدي لا بقض أبو ويكسو بحر إتوبيا هشيس كده ماشا قرالك وحا كوحس إني وي دار سان يسو شارين لغسي يسو مالي لان محاها ديارة لغسي إتوبيا إيرلاين arinta atraaf kana waxay dokumentiga ku sheegaysa in ay qiimeynayso eegayso sidii Soomaaliland wax ugu qaban lahayd laakiin arintay tirwan ku bedelaynayna waxa weeyaan waa airline Soomaaliland laakiin maxay sheegtay ixtiraaf in ay ku bedelanayso marka meesha maxay inoo soo baxay hadalka marka isku soo duudumo afar shab ay inoo soo baxay Ethiopia waxa la siinayaa in ay hesho base military waxa kale la siinayaa access in ay ugu hesho commercial maritime services ay access ugu hesho oo ay hesho meel ay ka ganacsato dekada number 2 waxay lagu bedelanayaa in share Soomaaliland ay ka siiso diyaarada sidoo kale Soomaaliland waxa sheegtayduna in ay ixtiraaf ku bedelanayso waa afar qodob
أفرطان قدم مركينو كهالينو سؤال بي سويديننا أفرطان قدم مئيبا مكرا مسيمبا موحلي سويدار سديبا بارتر وحلي سويدار سدي ميا شرعي قمك الله إيقو أفرطان شيبا وين سويدينا محي وحن بيسكي سورت بحوية وعينو صبحايا قاعدة جرتال لقود تشرع قو أذو مهيمة أورانيسا مركي هجيسيدا لقا هدلايا لما إيقو لفظيقا ماشا كو قران iy qaabku structure ku sentence ku qaabku u dhisan yahay qoraalku iyo waxa la eega macaanida ka dambaysa iyo qasadka la eega markay heshiis la eegaayo macnaha la eegaya hoose iyo qasadka labada ma keenno igna marka lafdiga hadaa deeqto Ethiopia waxa ku sheegtay list waa kira ku sheegtay Soomaaliya kira ku sheegtay waa lafdiga soo baxay lafdiga hadalka weeyaan laakiin sa makad macnaha u daadagto maxaa ku soo baxaya waxa ku soo baxaya Soomaaliland haddii la yiraahdo waxa ku weydaarsay waxa ku wareejisatay waa kiro su'aashu waxa tahay arintan la iswaydaarsaday ma kira waa maya waxa diidaya kirada qaanuunku ma ku kaalay qaanuunkan madaniga uu ka hadlay iyo qawaaniinta oo dhanbay ka hadlayaan kirada waxa la yiraahdo kow sheega laga kirinayo inuu cad yahay waa cad weyn laga kiraya su'aashu waxa tahay warbada aan ku kirana ma kulumaysigaan ku kirin inay kulumaystaan baan ka kireynay mise waxaan ka kirana inay macdan kala soo baxaan mise waxaan kala kireysanay inay ganacsi ku sameeyaan mise waxaan ka kireynay inay ciidankoodu kaliya degaan mise waxaan ka kireynay inay dab ka sameeyaan ka dhaliyaan mise inay biyo ka dhaliyaan intaasoo adeegba bedel loo adeegsan kara su'aashu waxay tahay marka maxaad kireys haga waxa kaga soo baxay waxa la kireeyay inaanu cadeyn ma base-ka la kireeyay ma waxa la kireeyay in commercial base-ka ayaa la kireeyay qaybtan idinkada la kireeyay ma barriga soo raacay la kireeyay ka horta ma cadda number 2 kaas horta ma cadda lambarka labaad marka heesh laga hadlay kiro waxa kala shardiya marka leey waxa soo kiro waxa shardiya price ka lagu kireeyo cad yahay la yiraado guri hadii laga kireeyo misaa 500 laga kireeyo price ka laga kireeyo waa maxay waa Ethiopian Airlines maxuu ahaa sheerkeeda sheerka Ethiopian Airlines kuma fadhiya mar way faa'iida mar way khasaari kartaa mar 100 ku beelis mar wax beelisa waxa diidan maaha marka wixii ku kireysatana ma cada hadaa tiraahdo ictiraafkan ku kireysad ku bedelayna ictiraafkiis ma cad yahay magala wax daaima muhiim meena kale noqon kare marka waxa ku soo baxaya sheegan kira maaha maadaama wixii la kireeyna aanay cadaan kareen price ka lagu kireysay inuu ahaa fixed noqdaana iyadana aanu cadeyn maxaa soo hadaba muxuu yahay imanaysa waxa imanayo sharciyeer u dhigaya hadii laba shay la isweydaarsado laba shay hadii la isweydaarsado waxa loo yaqaanaa waa isweydaarsi waa idoori wixii loo jiray waa muqayada la yiraahdo meesha wax la isweydaarsaday Ethiopia waxay bixinaysaa waxa la qaadanaysaa waa base bay qaadanaysaa meel commercial maxaa ay ka sameysan oo qaadanaysaa ganacsi maxay ku bedelanaysaa waxay ku bedelanaysaa share laba shay baa isku bedelay hadii laba shay la isku bedelo sharciyeena marka laga hadlaayo waxa loo yaqaanaa waxa loo isweydaarsi balay waa iib la yiraahdo walaba shay la isweydaarsaday hadaan sida Soomaaliland u dhigana Soomaaliland wax leedahay ictiraafka ayaan weydaarsanaya inaan bada aan siiyo halkana maxaa kale laba shay la isweydaarsaday marka hadii laba shay la isweydaarsado macnaheedu maaha karam maaha waa qayb ka mid ah shuruucda Soomaaliland waxa la muqayada carab lagu yiraahdo waa laba shay partner laba shay oo la isweydaarsaday weeye marka meeshan isweydaarsi baa jira isweydaarsiga asalkiisa hadaa u daadagto waa iib oo wuxuu soo galay axkaamta iib ku raacay waa iib baa la yiraahdaa laakiin sa meel la yiraa kira taa horta ma jirto qodobka halkan raacay wax weeyaan waa qodobkaasi waa kii kooda base-ku uu ku fadhiyo haddaan eegno heshiiskan uu ku fadhiyaa horta waa shay laba shay baa la isku weydaarsaday marka saagto qolaba qolada ka wax bay weydaarinaysa laakiin sa kuma fadhiya kiro sababtu waxay sidaan u sheegay anu sheegayaa maanta haddaan ku yiraahdo hebelow buugaas ayaan ku hibeeyay $5 ku qaado oo tirada waan ka aqbalo $5 ku qaadato ii sheega aad qofka u hibeysa ma hibe mise waa iib sharciga marka loo eego wuxuu kuleeyahay sharcigu eegi meesid kalmadda waan ku hibeey la qaadan maayo asalka maxaa dhacay baa leeyahay maxaa dhacay $5 buu ku sii iibadka ay buug baad ka qaadato maxaa markay meesha ka soo baxay waa iib baa ka soo baxay marka asalku waa macaanida meesha ku soo jirta macaanida marka iyo qasadka aanayno qasadka Ethiopia document-ka hada gamaan dhamaanti akhrada waxa ku soo baxaya qasadka Ethiopia inuu ina bad hesho hadalladii hore markaan eegnay yiraahdeen kuwan dambe qoraalka intaas qoraal in akhrino intaba waxa kaaga soo baxaya qasadka Ethiopia ina bad hesho marka meeshan ujur ma aha kiro horta waa iib ay noqonaysa qodobka labaad su'aashu gumaysan waa tan hadaba disorka Soomaaliland muxuu ka qabaa markaynu sharciga ka hadlayno Soomaaliland hantida dawladdu leedahay laba loo qaybiya hanti caam ah
أو أمضونا كذا حيسا أو دولة دلها إيا هنتي خاصة أو دولة دلها هنتي دخاس كي وحوين جوريها دولة إكرانيسة لينك بيلسك إياه وحلاس وهنتي أي دولة دلها لكن سوى خاصة تطبيسيس وهنتي خاصة ليرضا هنتي عام كوا وحلا وحد رسومال ليرضا إياه بدل إياه بري ليرضا وهنتي عامو دولة دام مامشة أو سومالان الحصارة هنتي دا عام كابي سواشوا دوايته عام كا بدي بري بكوكوبان غورمي دولد إذا كم السلو غورمي غوريتشين كرتا غورمي إيفن كرتا غورمي إذكرا سين كرتا سؤاش واحد تاي هادي صدح شردي هادي لحلو دي سوركو سومالا وحو قريا صدح شردي هادي لحلو دولد سومالي لان واي كو تصرفي كرتا هنتي دي دوردان أما وحو دانا هنقضو شردي غوكو وضا محيم waxa sheegaya qodobka 12aad ee dastuurka Soomaaliland qodobkiisa 1aad ilaa qodobkiisa 5aad ayaa taxaya shardigaas muxuu yahay hanti kasto oo caam ah oo dawladdu ay ku tasarrufayso ilaalinteeda ha noqoto ka faa'iideysigeeda ha noqoto bedelkeeda ha noqoto waxa shardiyo xeerin u jiro xeer arinta uu ogalaanayo Soomaaliland xukuumadda oo sharxaya hantida iyo sida loo wareejin karo sida loo iibin karo iyo waxeedona ku saabsan weyn xeerkaasi jira xeerkaasi ma tahay majro بل ما كانوا كهل إنه حيرك نوعنا واحد لا يقنا administrative law بلا يقنا وقوانين تمامك قوانين تمامك هو كون ما تدي بي ولا هيدها دبده هنا جاي ماذا هو كون تين لقوا معمله كون مله المركز سو مال administrative law يكون معمل شو إن أي هشي سلك شعر كله إن هنت عام أي بحصة قانون كقرن حير مشلو دستور كنا قدو كله بتندو حصدح ملود كشيء جيا إنه حير قيا حيو حير بشيء جيا حير بلا لقوا بحنكرا حير الآن عالم كمان دعوة الدولة إن هي هانتي أي لاذة هاي نور أي لاذة أما واحد كلا لاذة إن حرامك بيحصل وشرد جو كود هذا حير كاسي متشروع قوضة بكلا بعد محوية قوضة بكلا هذا شرد جو واحد ويان ودولة مكة أي ربطه وأنا كشجنا واحد اللي يسوي دارس ده مركة هانتي أي ويدارسين سو واحد كلا دي صورك قوضة بكلا بيا ترى محور دجيا وين يسوي دكمان واحد دكمان أو أقل ما وين السو مالك بدلته qodobka distoorka 12aad ee sheegaya su'aashu waxay tahay war Soomaaliland maanta iyada doodeeda hadeen u qaadano xukuumad ay leedahay ixtiraafna ku bedelana ixtiraafka iyo badumaa suudigmaan su'aashu weeyaa arinta ma kan ka warmin waxa suudineyna war Soomaaliland wax bixinaysa waa bixinaysa waa basekii ciidanka waa dekad ba meesha ku wasirta waxa soo raacayo inaan ogeyn banaanka la soo maraayo bariga uu soo raacaya inta ma kan isu geyso ixtiraafka suudigmaan ixtiraafka laba loo qaybiya إن الدولة كليجات كو اعترافته يا إن كو اعترافان دولة فربضة دولة فربضة روح كو اعترافان أنت بدن ورد عالمي قال نحدود هذيك هاي اعترافان يو أنت يا ورد كلا عالمي قال واعتراف وينو عالمية لكن الدولة كليجات كو اعتراف محاد هلسا سؤال شو واحد تايم إتوبيا إما كسو حرر الملهن اعتراف كذا المحيي نو كينيا حلينا تروح نو كينيا وكان اعتراف وكينيا بروتوكول صحة اسمه ملا الغلا نقضه أو إما كقف كس أو اسمه لاندر أو dalkeena madaxa madaxweynaha qaab protokol baa loo soo dhaweeyaa marka kama maqna hawshaas xulayna tiraahdo de passport-ka Soomaaliland baa lagu galayaa xarafka saas u dhigaya imikadaasad ku gali kartaa Ethiopia passport-ka Soomaaliland xulayna tiraahdo heshiisyan wada galayna ganacsi su'aashu waxa tahay soo Ethiopia ganacsi iyo investment Soomaaliland ma seen kartaa ma yahay dal awood la dhaqaale oo Soomaaliland xaqi dhaqaalaha investment ay muxuu hayseen seenay muuye marka isku soo duubto سؤالش واحد تاي واحد اعتراف كفى ايدي ساعة يو واحد ام كاي ستمحيكو كلا دوين واحد كلا كل رعايا حلقا انا ترادد دورة كلا انا اعتراف ايا كور هديك بي اعتراف وايان توبيا مكا كو اعتراف تو هدي كو كلا كو امسان كور ادوان نوكا اجي بدا دي عد بحسي واحد كور انتا او قانوكا عالمي قول ديقايا دولة دو مكا اعتراف ايان هدي الدولة دي دولة كلا كو اي سو dawladdu inta badan ixtiraaf kuma degdegaan sababtu waa maxay dawlad kasta wax ka baqanaysa haday dawladda ixtiraafto in iyadana qaaray ka go'aro iyadana la ixtiraaf waa policy ka yahay caalamka in dawladdu iska ilaaliyaan dawladaha googa aya sababtu dawlad kasta wax ka baqanaysa iyadana lagu kaco oo dawladdi inta lagu laga go'ay ka baqanaysa isku soo duudu su'aashu waxa tahay ixtiraafka Soomaaliland aynu sheegnay muxuu soo kordhinayaa ma u dhigmayaa waxa aynu bixinay waa su'aal u baahan in xaqiiqada aan isla eegno سؤال شو واحد اعتراف كأصل كي مهم كوك جذهن إنه وانس اعترافنا تاسة مهمة قاضب كهذا بس الدح هذا شرط دقة الدح هذا وحويان وأنا شرط دقة قوم همسة الدستور كصومال أنا ورجعيا الحكومة ده هدي وح أي ربطين أي وح ويدارس تو بدأ ورجعيا وحويان وقاضب كه وح رجعيا لا بعد الدستور كصومال لا
waxaa kala dhigaya qodobka 427 ee dastuurka Soomaaliland maxay dhigayaan waa dhulka Soomaaliland waa muqaddas waa lama taabtan hadaan maqasho waa muqaddas waa lama taabtan maxaa loo jeedaa maana cid shishay lama siin karo waa qodob dastuuriya meel loo dhaafayn jirin bal ka mid baba ka sii daran qodobka 427 maxuu ku leeyahay iska daa inaad bixiso baarlamaanka Soomaaliland haday soo gudbiyaan wax ka bedel أي ليهن إسرع سنانتا سومالان دول كذا إسرع سنانتا أجان وحكا بدلنا وحمك مجران ويس بدل كاس وحمك مجران بو نقونا يا أمرد من كا وحكا بدل كايس هو قدين وحمك مجران ويان وحو دستور قدب كاكو شيقيا وحيالا أن لتابين كرين إكويا لسومالان دستور كذا إسرع وإسرع مكا لشيقيا إن لك حلقات إن ليرادو بطا قيبتا كمدا قدبان سي مكا إسرع عيبات كلا شرط إن إسراع سومالان دول كذا يبدد يهو ذيذا إن الشيء سيصو دستوريا إسكدا إن بحزة حتى أمر من وح كبد البانو برلمان خد نسود البنكرين إسكدا ما دحويني دستور هالك سوق تاجي مركز صدح ذا قدم مركز هذاك تو شرق سومالي لان ما أقوله إن سومالي لان دول كذا أما بدد دل الشيء يلا سيو سيدا دونه حلاصية ما قاعد دون تهيلته شرق سومالي لان ما أقوله taa marka aad runtii ah halka dhigto qodobka runtii muhiimka ah ee marka halka laga yimaado ku jira wax weeyaan ee isna imanaya Soomaaliland dhaqaale miyeen ka helin hadii shiskan gasho dhaqaale fiican dalku u baahan yahay miyeen ka helin su'aashu waxay tahay war heshiiskan waxa ku jira in Ethiopia furanayso dekedo iyo meel ay ganacsi ka maamusho haday furatana waxa la waxad adhi soo dhoofinaysay dhinaca kaymanay halkan ay soo mari karaan kalumaysiga allah hadal banaan ka soo saaray halkaas aan geyn kara iyada kalunka badda ka soo saaranaysa oo Ethiopia u dhufin karta dekadaadii barbareed lahayd way saa shaqeynaysa habar yaate cidii aad ku xisaabtamaysay dekad kale yeelato marka meel dhaqaalihii aad ku xisaabtamaysay halkaas uu ka soo bar hatta haday la yiraado 10% bay dekada barbare la soo maranaya ولا يراد يتوبين تاس وين ندعي كرتين يرادان بالوح يرو أنو دتك كوير تشيدينو أنو مقرن سان مشا وقدرنا وحك صلا يراد هذا جناع سجي عدوج أثربت إن دكدي كوش قن سبر برا ده متكل على قافر واللي بوطن كي عفل هذا وحك إيبنا أي سجي يا لنايا مرك قدر كاسين وحك نقال مرك لايقو وحكينا يدي بتأدب قدر كأمنيك وقدر قدر كأمنيك مرك لايا ماذا أمنيك صدح لنعمة دبته كيني كلا koo wuxuu ka keenay kara adiga gudahaaga dadka maanta khilaaf badan gudaha Soomaaliland ka jiro inuu khilaaf ka bilaabo oo dhibaato ka bilaabato waa arin horseedi karta taasina khatarteedu leedahay hadii arintaas dhacdo khilaafka labaad ee dhici kara waxa weeyaan dad badan oo Soomaaliland dib la rabay oo inay dhibaateeyaan rabay ama dad badan oo kale oo siyaabo kale u soo gali kara inay arinta ka faa'iideystaan oo halka marka qiil lagu helo lagu iraahdo waa meesha gaala laga difaacaya oo taasi marka dib ولكن هناك اشخاص يمكن ان يكون 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 وحبينا جماعة مقنا احتراف محن قال ما قي وقاس وح أحبر شيء ذي ملك سنو كام عدد سومنا عدد كبح الملك سنت قال كرتا سكول سومنا ما كبح الملك سنت قال كرتا شركة سومنا الملك سنت كشقين كران احتراف محو كلام ما قي حتى ترادو حي قال ما قي بنكية يا إنفس ما بي قال ما قي حتى هذه توبي كثر في كاسمة مرايو سبت الدولودي كلام دام أنا احترافين وح معنود دولودي كلا وسمنا يمشي احترافان مركب متكو إمانة حتى مركب سماع مركب الباب كان أتسكو فريسا بالخطر تكو كيري ما تكفي كرتا qodobkum waana gool lahay wixii wanaagi ee wax la qabsiya ee sharciyana oo galay in Ethiopia la galo madiidan laakiin sidda meesha tala waxa tahay heshiisada caalamiga waxa jira wax la yiraahdo ama heshiisada caadiga waxa loo yaqaan uquud al-idcaan baa la yiraahdaa carabida waxa la yiraahdaa heshiisada ismaqoonta la yiraahdaa heshiisada ismaqoonta waa kuwe marka la heshiiso qofka awood badan baa la yiraahdaa oo kuma qoonaya heshiisada caalamka marka la galaayo waxa sharci baa laga dejistaa heshiisada noocaas sadu goor tagi lahayd hal su'aal baa ku weydiinaya qofka soo muwaatina haddii maanta Ethiopia ku wareejino oo dekada la meesha la wareegto badda la wareegto oo konta sano dhamaadaan oo Ethiopia ku tarada ma wareejinayo maxaad sameynaysaa
هذا ترى ده إنترناشنال لوجا إسلتكيا إنترناشنال لوجا ما كان إسلتكتان هي ده عالمي قصور كعالم كم إسلتكتان هي ده سواح كلنا كم يعترف سنين هي ده هو واحد تيجي كله دورة لا يعترف سنين كم أقوله هذا ترى ده واحد قال يا واحد يراد تحكيم دنا ده الحادية أو شيء كانوا كقولنا دنا ده الحادية تحكيم كده الحين تقصب ما هذا ويتوبي وديدي كرت هذا قوانك كصباحه وبديدي كرت مكاه هو حويان بل هذه شيء كأذكى شو أو بريك مال اللي تبيه يا كوفل ده يتبنتي يا أولى تجلس يا قصب يتوبي كذا جاي إلى فلسه إلى قد عالم كوحن قامل له هذه عالم جهاد وح كلكم اعتراف سنين وده كل اعتراف سنين منهن سادرت ليجال بيرسوناليتي ما دام أنا اللهين شخصية قانوني الدولة أنا اللهين عالم ك ويكادي ذي مركا وح أنا ذهلو نفولين كرين أو وح كسوق بح أنا أودي ذي اللهين إما كي كودو ذا وحي وناجا يا أخوتي كنا معي قذب كا مركا هكا كجبح وحان كوسي دريا عقل جين وإنه شقيا مهمة نمبر كا إنت على توبيا هكا سود دجا يو إنه قلنا ساسين وهانينا صورة كلف نقرس وإن عقل جين وشقيا تسوي مهم قذب كان كود دريا وارنت الصومالية كونفورت الصومالية وحنودا إنت دم يجونا إنا يهنتي آد أرنت الصومالية نصور بحكي لك وحنلاقي قرضة الصومالية حسن كو كي هي كونفورت ما دريلا يا لو صدح شيء كلا قاضي صدح شيء كلا قاضي واحد ترى هذين الصومالي لم بدي دواي دلالنا وما وريشين كرتان أوكي دم لها لكن إذا واحد نهرت على وحي لا وضع لها حاجات بيسين لعجيه داقيها عالم بحيي لعجيه هو ذاك صعب حي لعجها كلا إيه ديمه لقاته بل إسكت ده تامعات كسكور شو كلاسيو سكور شو بكم مالك كست تامعات كأدون كبحيانة الصومالية اللي قي مادة ولي كان بركم معنا رجع حدين وحوض الله ينهى الصومال وحوض الله ذيهين حقيقة تان حدات هم بدو من وضع الله نقول حلا وضع هذا نا أظن تي ماشة كسارتين دي مشكلة بين قرص سؤالش اللي بعده هم تي ماشة ظهرت على واحد تاني أرنت آد وجو سؤال السنة أرنت مذوق إلا مذوق كلمة دسوق كلمة آد قيمة بدن بس مذوق هو حكى هرايا هرت أقاد آد مهمة كونفورت الصومالي هرت يدو من مطه ما أنت نيك تشوجا قال كعيو إلا ما أنت مذوق الصومالي وال مقدس له نيك هسم حقيقة بكو هلاي مقالو دي تشوجا بين اللي بده ولو دكتي سين مقالو دي نحتاجنا لابد دولود باكرستان مركزي سو استغل ميدو كسومالي ومقدس دينا دارو كاقبل مايتا سببتو وحن اركيا ان انا عقل كو شقيني ميدو هادي لا ربا كونفورت وان كسو بلاما كونفورت شنت اسو قيبس لخ سو قيبس وين من نقطة كدبنا سومالي ان مركا ودا هادل يو وخي لو لو باهنا دولت سومالي لا لفر لكن س افك باركيس وخ لغا اورنايو ان حقيقه اهين دي تاس مشكله بينو نقص قودبكا صدخادن كوسو كوبيا واخ ويان دي واحد ليده نيتوبيا دبي لهدahay waa kan arintaasii de hadii leedi la eegaba de maadareela utoob oo kugu ilaalinayo oo iska dhaxtaagan tahay de wada kan noocaas xurmiyo sheegan kara marka wax runa Soomaaliyana anigu wan kasoo jeeda kalimaadka deel qaaf iyo hadalada xun la isu dhaafsanayo kuwa Soomaaliye leeyay kuwa Soomaalan leeyin ba labadaba kasoo jeeda Soomaalnimadu waa washeey aad u muhiim ah إن صومالي لو نقضى واشي أدوه ناكسن إن والا لنقضى واشي أدوه فيعن لكن قرأ كسائن قرأ ذا كلا دورتو وحقيقة ذا أي خنتي وإسلاء إمادو أي قدو مهيمة إنتا سنكسوك بسنا على محمد الله.